السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم فيديو جديد غادي نديرو فيه كيكه. غادي تكون بضانات. نبداو. عندي هنايا 4 ديال البيضات صغار، ممكن ديرو 3، انا حيت صغار درت 4. عندي كاس ديال السكر سنيده، وعندي كاس ديال الزيت، وهنا عندي كاس ديال الحليب، وضانات ديال الكراميل. هذا اللي عندي درتو، ممكن ديرو المكان اللي بغيتو. هنا عندي جوج خمارات 16 غرام بجوج، والدقيق عندي على حسب الخليط. المهم انا غادي نديرها في مولينكس باش تجيني، باش توجد معايا دغيا. المهم دابا نقولو بسم الله. غادي نبدا بالبيض. كما قلت لكم، الا كان عندكم البيض اللي الحجم ديالو كبير، ممكن ديروه 3. غادي نزيد الكاس ديال الزيت. ونزيد الكاس ديال السنيده. انا ما غاديش ندير لافانيلا والو، حيت عندي دانيت بالكراميل في المكه ديالو كافيه. الا بغيتو تزيدوا الفاني ممكن تزيدوه. صافي، انا غادي نضربهم ونرجع معكم. غادي نخلط هادو اللي عندي باش يطلع ليا شويه البيض، ونرجع نكمل معكم ان شاء الله. صافي، دابا خلطتهم مزيان. غادي نزيد الحليب. وغادي نزيد هاد العلبه ديال الضانات. سمحوا لي. دابا غادي نعاود نضربهم مزيان ونرجع معكم باش نضيفوا ليهم الطحين والخميره. صافي، هكا انا كملتو. غادي نحطو هنا في هذا المول عندي. الطحين ما عبرتوش، غادي ندير على حسب اللي غادي يكفيني، على حسب الخليط اللي عندي وصافي. هاد المره ما عبرتوش. غادي نزيد غير شوي بشوي. نضيف هنا، ندير الخميره فوق الطحين باش ما تهبط لياش البيض. تهز ليا تقريبا 3 ديال الكيسان ديال الطحين، 3 الكيسان ديال العنبه، او 3 الكيسان وشويه. يعني هذا هو المقدار ديالهم. انا كندير دائما غير عيني ميزاني وصافي. اللي بغى يضيف دقيق في مولينكس ممكن، يعني بلا ما تحتاجوا تطبوها في شي مول اخر ولا شي حاجه، ممكن ديروا الخميره وديروا الدقيق ديالكم في مولينكس وتضربوه. كتقال شويه ولكن غادي تضربوا لكم.
وجدات معايا. انا عندي هذا المعجون هنا، دهنته غير بالزيت ورشيته بالدقيق النيت. صافي نحاول نهز يدي شويه. غادي ندخلها للفران بارد. انا دائما كنطيب الكيك في الفران اللي بارد، العافيه كتكون مهيله بزاف. صافي كنخليها طيب، العافيه كتكون لتحت كنخليها طيب على خاطرها. غادي توجد معنا دغيا، ما غاديش تاخذ الوقت، لينا كيكات اللي صغيره ماشي كبيره. صافي دابا غادي نشعل الفران وغادي ندخلها ان شاء الله طيب، و نوجدو واحد القناش ديال الشوكولاط باش نزينوها من الفوق. شي حاجه اللي غادي تكون بسيطه، ماشي شي حاجه اللي معقده ولا فيها مقادير بزاف. يلا انتوما معنا. رجعت معكم دابا البنات، الكيكه ديالتنا ها هي طابت. صافي وجدات، دابا غادي نوجد ليها البلاصاج اولا هكذا غاناش بالبودر ديال الشكلاط. مهم انا عندي نص كاس ديال الزيت، وعندي نص كاس ديال السكر سنيده، وعندي نص كاس من البودر ديال الشكلاط المره هذه اللي عندي، وعندي نص كاس ديال الحليب. هنا عندي واحد الساشي ديال الفاني، غير التنسيم يعني الا بغيتو ديروها، ما بغيتوش ممكن تستغناو عليها. المهم دابا غادي ندير نص كاس ديال الحليب هو الاول، غادي نزيد عليه سكر سنيده، وغادي نزيد هنا الغبره ديال اولا البودر ديال الشوكولاط المر. هذا احسن حيت تكون النكهه ديالو زوينه، ولكن الا كان عندنا اللي مر بزاف نزيدو الكميه ديال السكر باش نعادلو الذوق باش ما يجيناش مسوس. غادي نزيد عليه الساشيه ديال الفاني، وغادي نضرب هادو سمحوا لي، وغادي نبقى نزيد عليهم الزيت شوي بشوي. صافي غادي نبقى بحال هكذا، كنزيد كل مره شويه وكنضرب حتى كتقال عندنا داك. صافي غنكمل بحال هكا، هذه هي الكميه الاخرى اللي بقات عندي ونرجع معكم. صافي دابا ها هي وجدات معنا، هي كتكون على هذا الشكل هذا كتقال. ممكن نديروها في الثلاجه، نديروها في شي زليفه ولا في شي حاجه ونديروها في الثلاجه، ولكن دابا انا غنديرها مباشره على الكيك. هي كتجي زوينه وحاجه نيت الاقتصاديه، سهله باش توجدوها، كتوجد يعني بالزربه كتوجد معاكم. غنزل هاد الكمية اللي بقات معايا، ممكن الا بغيتو تزوقو بشي حاجة من فوق ما منها، ممكن شي شكلاط الا كان بيض ولا مكسرات ولا اي حاجة ممكن ديروها من فوق ما منها. بغيتوها تقال ليكم كتر ما من هكا غير كتزيدو الزيت، نتوما كطربو كضيفو الزيت شوي بشوي وهي غادي تقل كتر ما من هكذا. صافي انا غادي نخليها تهبط على الجناب. صافي البنات هكا كانت وجدات، انا درت فوقها هاد الفيرميسيل، كان عندي واحد شويه هو اللي بقى ليا.
صافي درتو هكايا فوق ما منها، نتوما ممكن تزينو باي حاجه بغيتوها، وهكا كتكون الكيكه ديالتنا وجدات سهله. كنتمنى باش تعجبكم وتجربوها، ونقول لكم بالصحه والراحه، ونشوفكم في فيديو اخر. مع السلامه.